يسعدني ويشرفني أنا في هذا المنبر المبارك مع حضرتك. بارك الله. كما تفضلت في المقدمة، من عظيم لطف الله بعباده أن وهب لهم مواسم للطاعات. هذه المواسم تتضاعف فيها الحسنات، وتكفر فيها السيئات، وتستدر فيها الرحمات. أيام قال عنها حبيب رب الأرض والسماوات: ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات. ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم تصيبه نفحة منها فلا يشقى بعدها أبدا. السلام. وفي لفظ يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم. يعني اللي واخد على الطاعة مش مرتبط بأي مواسم، هو شغال مع ربنا طاعة على طول. افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. فاسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. نحن في شهر شعبان، والشهر ده تعويد النفس وتمرين النفس لاستقبال شهر رمضان. وكما قيل: رجب شهر الزرع، شعبان سقي الزرع، رمضان شهر الحصاد. فمن لم يزرع في رجب ولم يسقي في شعبان فكيف يحصد في رمضان؟ احنا بنهيئ النفوس، بنشحن النفوس على طاعة الله تبارك وتعالى. لان بتيجي تلاقي في اول رمضان يا استاذ محمد تلاقي الحماس اول يوم واثنين وثلاثة، وبعد كده تلاقي في بقى ايه فتور. اعراض وفتور. لازم تهيئ نفسك للطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي تشوف حال النبي كان يصوم الشهر الا قليلا، وفي رواية كان يصوم الشهر كله. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم نعرف الحكمة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، اشمعنا شهر شعبان ده اللي كان النبي كان يكثر فيه من الصيام، اشمعنا هذا الشهر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه. يعني الناس تيجي قبل بداية شهر رجب يفرحوا بداية الثلاث أشهر اللي هما يجوا رجب وشعبان ورمضان، ذاك شهر يغفل الناس عنه، وهو بين رجب ورمضان. وهذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. كيف ترفع؟ وأحب أن يرفع عمل الله وأنا صائم. كيف؟ أهل العلم لها أقوال. إحنا عندنا أستاذ محمد في رفع العمل بشكل يومي، وفي بشكل أسبوعي، في بشكل سنوي. يعني لما نيجي مثلا نشوف بشكل يومي في صلاتي العصر والصبح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يعرج الذين باتوا معكم فيسألهم ربهم هو أعلم كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فالعاقل اللبيب هو الذي يري الله من نفسه خيرا، ويعلم جيدا أن عمله اليومي يرفع إلى الله في صلاتي العصر والصبح. فاحرص حبيبي في الله على هاتين الصلاتين. دي الحاجة. الحاجة الثانية رفع العمل بشكل أسبوعي. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي النبي كان بيصوم الاثنين والخميس. اليومين دول بترفع فيهم الأعمال إلى الله، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا المتهاجرين. لو اثنين زعلين مع بعض، اثنين متخاصمين، وفي لفظ: إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام الاثنين والخميس. قال: هذان اليومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عمل إلى الله وأنا صائم.